السلام عليكم ورحمة الله، يومكم طيب. أقدم لكم ديكور شاشة كلاسيك، واجهة رئيسية للغرفة، وجه خشب رصاصي ومسطح، إن شاء الله يعجبكم. كما تشاهدون معنا طريقة التركيب، سيليكون ريفو خامة ممتازة الله يبارك. تركيب بدي خشب مع مسطح ودولاب، ان شاء الله يعجبكم. مرة اخرى الناس المهتمة بهذا النوع من الديكورات، الرجاء الاشتراك وشير فيديو حتى يصل الى اصدقائك، لابد ان يستنفعوا بالفكرة. تصميم وتنفيذ من عندنا، المكان كرجي طرابلس ليبيا، للناس الرافضة الطلب، ومرحبا بكم في كل وقت. ورقم الواتساب في الصفحة الرئيسية. الارتفاع الدولاب دائما يكون 90 سنتي كحد أقصى، حتى تستطيع تركيب الشاشة على ارتفاع من الدولاب 10 أو 15 سنتي، فبحيث يكون السنتر الشاشة 1.45 متر. الناس اللي ما زالت ما شاركتش في القناة، مرحبا بكم وإن شاء الله تستفيدوا منا. وشير الفيديو. طريقة التركيب سهلة جدا كما تشاهدون معنا، ومن أراد المزيد من الديكورات زورونا على الصفحة الرئيسية، وإن شاء الله تجدوا جميع أنواع الديكورات بما فيها الأورج، العشب الصناعي، جيب سكورت، بديل الرخام في المطابخ، في الحوائط الرئيسية، بديل خشب كوري مسطح، ألواح نضيف، بارتيشن. وهذا بقية الفيديو باش تاخذوا فكرة على التركيب. بديل الرخام، واجهة رئيسية، بارتيشن رصاصي، ديكور شاشة، مسافة صغيرة مع بديل خشب، دولاب رصاصي، ان شاء الله يعجبكم وشكرا.